عنوان هذا اللقاء: جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، كما سمعتم. وهذه الجماعة الواحدة نقصد ونعني بها من جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار، و71 في النار. وستفترق أمتي، يعني المسلمين، بدليل أنه تكلم عن اليهود والنصارى قبلهم، فعلمنا بقوله أمتي وستفترق أمتي، يعني المسلمين هم المقصودون بهذا الكلام الآتي. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء، يعني بسبب الهوى، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هي يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذه الجماعة الواحدة الناجية، وعن هذا الصراط الواحد المنجي. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يا جماعة. فسرت الرواية الأولى يا جماعة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة، ما جماعة التجانية ولا السمانية ولا القادرية ولا الأخوان المسلمين ولا أنصار السنة بالخمسة أجنحة بتاعتهم ولا سرورية ناس عبد الحيوس ولا غيره. الجماعة المقصودة هنا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب يا مولانا، قاعدين وين؟ في أي بلد؟ ده ما مهم، المهم منهجهم شنو. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اسمهم جماعة منو؟ ما جماعة الزول أبدا. الرئيس العام منو؟ لا برضو ذي ما هم. يا توم طيب، من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وخلي بالك إنه الجماعة دي مبتلية، وكلمة جماعة دي ما معناته حزب ولا طائفة عندهم اسم رئيس، لا لا، جماعة يعني اجتمعوا على منهج صحيح. وأحيانا يكون في بعض البلدان نفر واحد، وأحيانا يكون في بلدان كثيرة ما في ولا واحد ذاته، ويأتي النبي وليس معه أحد. فكلمة جماعة دي ما تفهم إنه عندهم مركز عام مدغلب وطابقين وواحد قاعد فوق وفي غفيرتين. جماعة دي اجتمعوا على الحق يا أخي، على الحق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من هي يا رسول الله؟ ما كان غالب يقول جماعة ناس فلان والموضوع انتهى، صح ولا ما صح؟ أي، لكن ده ذاته باطل. جماعة مما تبقى حقت فلان هو ده أبطل الباطل ذاته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال المنهج بتاعه شنو؟ ورانا منهجه. قال: من كان على مثلي. وكلمة مثلي دي فيها مشاكل كثيرة، لأنه صحيح البخاري لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وجاء يرجف فؤاده كما في الروايات،
فذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل وقالت له قص، فقص له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ورقة: ليتني أكون فيها جذعا. جذع يهو الآن يقول لك جذع صح في الخرفان، يقول لك ده جذع، شيلوا للضحية شيلوا للسماية جذع وكذا، بس ده مو نفس المعنى، يعني قوي وشاب يعني. فورقة يتمنى إنه كان يكون جذع. إذ يخرجك قومك، نوقف لما اللمبة تجي ولا تواصل بدون لمبة؟ طيب ما تخليكم معي خلوا اللمبة، انتوا لو ما دارين اللمبة خليكم معي، لو دارين اللمبة أنا انتظرها هاي خليكم معي. طيب قال: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. كيف يخرجك قومك؟ هو لسه يا دوب الدعوة بدت. ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ريت أكون شاب قوي لمن يخرجوك، لمن يخرجوك. قال: لأنصرك نصرا مؤزرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم بطلعوني؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثلي، دي مش مثلي ذاته، بمثلي ما جئت به إلا عودية. عشان كده أهل الحق من علاماتهم ومن أبرزها إنهم بيعادوا. أما الزول اللي بيطلع مع جماعة التبليغ ليه؟ طيب أفغانستان باكستان وفي التلفزيون لابس الشال الأخضر ويرقص في المولد في التلفزيون، في التلفزيون يرقص مع المديح في المولد، وداك بغادي مع الجماعة بتاعين طيبة، وداك طافش ماشي مع منو؟ مع ناس الكباشي، وداك ضارب زلابية مع الرز بالكبدة بتاعت الإبل مع بتاع ديمة داك وكده. ليه؟ لأنه ما داير مشاكل. من أبرز صفات أهل الحق: لم يأتي أحد بمثلي ما جئت به إلا عودي. وهنا قيل: يا رسول الله من هم الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى دعوة الحق دي، نحن والله ما بنحب المشاكل، لكن دعوة الحق بسببها بتجي مشاكل كثيرة. ده واحد من قوله على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اثنين، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلي. الرسول ليه ما قال جماعة فلان وعلان؟ لأنه دي كلها باطلة. الصحيح إنك تمسك في المنهج الصحيح، المنهج. عشان كده لما نقول نحن سلفيين ما قصدين جماعة، زي ما فيه مو بعض المصريين وعملوا قال حزب النور السلفي، حزب الإصلاح السلفي، حزب الشنون هذه الانتخابات، ده ما هو، كله ده باطل، كلهم دي العلبات في المبتدع ضلال. المنهج الناس السلفية منهج ما حزب. شيخ العثيمين قال: السلفية منهج وليست شنو؟ حزبا، وليست حزبا، سلفية منهج يا جماعة. فلما نقول نحن كسلفيين ونحن كسلفيين ما قصدين جماعة، عندها رئيس وعندها باع وعندها غيره، ده منهج مش جماعة، مش حزب، ده منهج. منهج السلفية الياء والتاء دي للنسب، مش قريتوه في العربي؟ للنسب، نسبة إلى من؟ إلى السلف. السلف منو؟ الصحابة أولهم وأفضلهم. الدليل شنو على كلامكم ده كله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، دل منو؟ الصحابة. ربنا قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بالله تاني في كلام، والرضا هنا ربنا رضا عن عقيدتهم وعن فقههم في الدين وعن فهمهم للكتاب والسنة وعن
تفسيرهم للقرآن والسنة. يبقى ما يجي زول ترابي ولا غيره يقول لك هؤلاء رجال ونحن الرجال، ولو رجال لرجال أصلت رجالتك ما زي دي، إنه صنفناك في عداد الرجال. لكن ده ما المقصود، المقصود إنه ديل ناس أفضل رجال في الدين الإسلام، ده المقصود كده. ربنا قال أنا رضيت عنهم هم رضوا عني، تاني في زول تاني بدخل خشمه ولا نخرته هنا؟ رضي الله عنهم الله قال أنا رضيت عنهم كلهم، صحابة الرجال والصحابة النسوان منهم صحابيات كلهم الله قال رضيت عنهم كلهم. شفت كيف؟ العشر المبشرين، من شهد بدرا، من شهد بيعة الرضوان، معاوية بن سفيان رضي الله عنه وعن أبيه رغما عن أنف من يسبه عن أنف أبيه إذا سبه، عرفت؟ كلهم دي ربنا رضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم كما رضوا عن الله. ثاني المفروض ما يكون في نقاش في الموضوع ده. ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم تابعية تابعين. فلما نقول سلف، سلفيين، سلفية، منهج سلفي، معناته نسبة ليديك، مش معناته حزب الآن حينزل الانتخابات، ما نازلي لم ولن وما حيجي ننزل، انتهى البرنامج خلاص. طيب انتوا جايين ليه؟ دايرين الناس يوحدوا الله برا ويعرفوا برا، انتهى موضوعنا. ده بسيط جدا لكن كبير جدا، بسيط لأنه الدين ده، إن هذا الدين يسر كما في الحديث الصحيح، وكبير جدا لأنه صعب فيه مشاكل. انت قال الناس كلها مشاكلانة ليه؟ وجرائد تكتب، واحدين في الفيسبوك، وهؤلاء الشباب الخنجر يصرخ ويبكي الليل والنهار. يا حكومة أدرك هؤلاء الشباب ده الخطر دائم، في شنو؟ قلنا الناس أعبدوا الله وخلوا الخنجر وصوفية وجدود من الشيوخ الصوفية وغيرهم أمسكوا في الله. ديك لاحظوا إنه الكلام ده فلس بيه، لأنه التيس بدل ما يجيبوه في القبة يطبعوا يجروا داك أبوك الشيخ يلحسوا كله كمونية وكبدة وشرية وكوارع وكله، الخروف ده بيطبحوا لي الله، ما بيطبحوا لي الشيخ، ما حياكل شيء الشيخ. هو لاحظ كده، القروش بدل ما يرموها في القبة يجي الدرويش والحوار يقلعها من جوا القبر بعد ما النسوان يفوتن، عرفتها؟ القروش دي بتصدق قبال المساكين، طاع عليه الله. لقوا إنه لا قروش حجيهم، لا تيوس حجيهم، لا شواوي القمح حجيهم، لا ما حجيهم، قالوا بس نعادي الناس. انت قالوا ما عارفين الحق؟ من اكثر البشر العارفين الحق شيوخ الصوفيه الكبار دي، والله يعرفونه كما يعرفون ابنائه. عشان كده اخونا يوم تلقى واحد شيخ صوفي صوفيه تليع في الصينيه، وده لو انا محله ما بقعد معه لا في صينيه لا في صيوان ذات، لكن المهم ده قد حصل. قعد الشاهد وين؟ فقال لا يا شيخ فلان، انتوا اللي بتسووا فيه ده ما شرك وباطل. الصوفي قال له والله عارفينه لكن بقى لنا اكل عيش نسوي شنو؟ وده انا بعتبره صوفي مجرم، لكن صدق صدقك وهو مجرم، ما زي الباقيين اللي بيكذبوا ويؤلفوا ويجيبوا الشبهات، ودعاء غير الله جائز، ونمشي للشيوخ ندفع القروش دون المطر، ما زي اللي بيأصلوا ده. ده صدق في هذه الجزئية، ودي شغلت هؤلاء يا جماعة. فالطريق ده لازم تعلم إنه في مشاكل، يا طريق المنهج السلفي الواضح، والمتلصقون بالسلفية كثر، ولكن السلفي الحقيقي قليل ونادر ولا يكاد يحسب. كم نفر؟ كم شخص؟ بسيط جدا جدا، كلهم مرقتهم برا يا مولانا، مرقوا براهم. زول ستف هدومه وخدت العراريك والسراويل وطبل الطبع الشنطة ومرق برا، هو المرق، ما نحن مرقناه. يا أخي بدعته هذا اللمين، نحن ما بدعناه، هو اللي لبس الشال الأخضر وجابوه التلفزيون وقال الصوفية حلوين وسيضغطوا بحلو وكويسين وعبد الحي أحسن زول، مرق برا وشال الشنطة فات. قلنا له يا أخي تعال، لا قال أنا مارق. مرق ليه؟ باكستان، مش مرق هنا برا، ليه باكستان؟ صحيح ولا ما صحيح؟ ده واحد، دي المسألة الثانية في الحديث. المسألة الثالثة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب ما أنا عليه دي نمسكها كده كمسألة ثالثة رقم ثلاثة.
ما أنا عليه، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الرسل القبليه كانوا على شنو؟ كانوا على الإسلام. وأساس وأصل الإسلام وأهم حاجة في الإسلام، لأنه ما في إسلام بدون الحاجة دي، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدليل قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني أي رسول جاء، ما في واحد خرج من الخطاب في الآية دي، أي رسول عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أي رسول جاء جل موضوع واحد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما قال على مثل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، الما هو موحد بر من الفرقة الناجية، والزول العرف التوحيد لكن ما بيدعو له الناس، بر من دعاة الفرقة الناجية. أضبط الكلام ده كويس، بر من شنو؟ دعاة الفرقة الناجية. طيب نرجع للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دي الفرقة الناجية يا جماعة. رابعا من الفوائد أيضا من هذه الجزئية من الحديث، وذكرنا جزءا من هذا الكلام قبل الصلاة وانقطع الكلام بسبب الصلاة، إن الأنبياء وبما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي الدعوة يا جماعة. وفي قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ربنا ما قال أن يعبدوا الله كده بس انتهى، وإنما قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في فائدة عظيمة، أن الكلام والدعوة إلى التوحيد لا بد فيها من وضوح واحد، وكشف للباطل ثانيا، لأن ربنا قال أن يعبدوا الله. أن يعبدوا الله دي بتتضمن اجتنبوا عبادة غير الله، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. لكن ربنا قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن دعوة للتوحيد لابد تكون واضحة. التلاتة لابد يكون في بيان لأهل الباطل، أخذناه من وين؟ من الآية: واجتنبوا الطاغوت. ربنا ما قال واجتنبوا الشر أو اجتنبوا أي شيء غير طيب، وإنما قال واجتنبوا شنو؟ الطاغوت. بعد ذاك العلماء عرفوا معنى الطاغوت لغة وشرعا وأنواع الطواغيت إلى آخره، فلا بد تفصل. عشان كده الشيخ الفوزان قال قال والكلام في التوحيد لا يجوز فيه الإجمال بل يجب التفصيل. لا بد تفصل للناس، لأنه الليلة لو مشيت مسجد ناس بيعبدوا لهم في شيخ عديل، ومشيت قلت لهم يا جماعة التوحيد أمر فريد زي ما بيقولوا الجماعة، والتوحيد حاجة لذيذة جدا، والشرك ما كويس وما ينبغي، وصلى الله وسلم على نبينا وسلم، ومشيت بيشتروا لك شبشب. لكن لو فصلت لهم ذاته الحاصل شنو؟ كيف الإنسان يشرك؟ والناس اللي بيدعوا للشرك ذاته منو؟ ومن أمثلة الشرك في زماننا وبلادنا المشاكل بتقوم. عشان كده قال له: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا شنو؟ عودي. فالناس اللي ما دارين عداء دار يفطروا مع صايم ديما ويتعشوا مع فلان، دي ما الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مكارين. لو تقول لهم انتوا خليتوا الدعوة للتوحيد يقوم يقول جيب التسجيل سريع، يخطوا التسجيل جم خشمه إن التوحيد أمر عظيم ويرسلوها، يقول لك شفت أتكلم في التوحيد يا شباب ذلك الضابين ساكت، ده ما هو، ده ما الكلام في التوحيد. الكلام في التوحيد يكون واضح. الله قال أن اعبدوا الله وماك بس، قالوا شنو؟ واجتنبوا الطاغوت. ده الكلام كده يا جماعة. طيب
قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. وكلمة اليوم تفيد بأن كل خير في اتباع من سلف. اليوم قال على مثل ما أنا عليه اليوم، لأن الليلة العلمانيين والديمقراطيين وغيرهم يقول لك تاني دار ترجعون لنا الزمان. شفت الكان زمان الكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ده الدين. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو ده الدين ذاته. عشان كده الإمام مالك من سعة علمه وفقه قال فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هناك في ذلك اليوم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وسكت، قال لأن هذا لا بد له من إضافة، لذلك قال وأصحابي. قال وهذا دليلنا على قولنا نحن على الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم السلف. ده الدليل أو ده من الأدلة القوية الواضحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، لكن قال وأصحابي، عشان أوريك أن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بفهم من؟ الصحابة ومن فهم وسار على طريقتهم ونهجهم رضوان الله عليهم أجمعين. ودليلنا من القرآن على أن الكتاب والسنة لا يفهمان أبدا إلا بفهم السلف الصالح هذا الحديث من السنة ومن الكتاب من القرآن، قوله تعالى ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. المؤمنين في هذه الآية قال ابن كثير وغيره هم الصحابة، هم الصحابة. من وين المفسرين قالوا المؤمنين في الآية دي هم الصحابة؟ ودي شبهة بيجيبوها أعداء الله اليوم العاملين فيها مفكرين، يقول لك المفكر الإسلامي ده بيقول لك لا ديك رجال احنا رجال، تجيب لنا الآية دي يقول لك منو قال لك المؤمنين دي للصحابة؟ القرآن قال كده، ربنا قال في سورة الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الآمنوا وهاجروا وجاهدوا دي المنو؟ أهل الهجرة دي المنو من الصحابة المهاجرين. ربنا قال في نفس الآية والذين آووا ونصروا دي المنو؟ الأنصار. يعني ربنا ذكر المهاجرين وذكر شنو؟ الأنصار في آية واحدة، قال عنهم ديل وديل مهاجرين وأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وهنا ربنا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم المهاجرين والأنصار ربنا رضى عن دينهم وعن فهمهم للدين ورضى عنهم وهم رضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ديل هم يا جماعة، ديل ربنا رضى عنهم وديل ربنا قال نفهم الكتاب والسنة بفهمهم وديل رضي الله عنهم ربنا قال لو فارقت دربهم نوله ما تولى يضل يعني وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيره. ده الدين، تنشر التوحيد تتعلم قبل ما تنشره، لأن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. فأول حاجة تتعلم، لأن ربنا بدأ قبل بالعلم قبل القول والعمل. نمرة اثنين تعمل شنو يا جماعة؟ تدعو إلى ما تعلمت من التوحيد. ولا يشترط أبدا أبدا إنك عشان تدعو الناس إلى ما تعلم
أن تكون عالم أو أعلم العلماء أو عالم رباني كبير أو زكاك العلماء. الشروط دي باطلة، أو الجماعة اللي قالوا عمرك 40، كل ده باطل، وده تعطيل لدعوة الله عز وجل ولنشر التوحيد، ده داري يعطلوا الدعوة. الغرض من الكلام ده تعطيل الدعوة. لكن الباطل وين؟ أن تتكلم فيما لا تعلم. الحق وين؟ أن تتكلم فيما تعلم، وأن تقول لما لا تعلم الله أعلم. انتهى كده بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نقطة أخيرة، نحن والله ما جينا نشتم لنا زول ولا ده هدفنا، لكن جينا نحذر من الباطل وجماعات الباطل والأشخاص بتاعنا الباطل، وده الحق. لأن الناس أهل الباطل ديل والله ما عادناهم من أجل قبيلتهم، لأنهم ذاتهم قبائل شتى، وفيهم ناس من قبائلنا ذاتهم، ما عادناهم من أجل قبيلة ولا عادناهم من أجل دنيا أو مال أو غير. عداءنا في الدين، ناس لخبطوا الدين، صوفية قالوا غير الله بيعلم الغيب، منهم خفي الحال إلى أن قال منهم عليم بالغيب باطن ظاهر، وده قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، وذاك الثالث قال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذا نتكلم فيه ولا نقول له خلاص أمشي؟ نتكلم فيه، وده باطل ونرد على الباطل. كذلك الناس الميعوا قضية التوحيد، وبعد ما كانوا أسلافهم شغالين في التوحيد في جماعتهم، يعني شغالين في التوحيد، ديل جو باروا السياسة وضيعوا الدين وضيعوا التوحيد، وعادوا دعاة التوحيد ووالوا دعاة الشرك والكفر والزندقة. لابد نبين انه نازل الحرف ده الدين، ده الدين. اذا كان زور رئيس قال مجلس علمي، ما في مجلس هو الساقط، لكن رئيس مجلس علمي، لا في مجلس لا في طرابيزه ما في يعني، ولا في علماء ذاته جوا ما في، لا هو لا تحت ولا الفوق. المهم رئيس مجلس علمي كما لقب وكما يحب ذلك. اها قال شنو؟ قال رئيس الجماعة لو قال محاضرة في التوحيد، قال مرتين عشان ما يغش أقول لك ما قلتها مسجلة، مرتين في الأول قال محاضرة في التوحيد، وفي الثانية قال محاضرة هي لو كانت في تأصيل التوحيد. قال ولا ما قال؟ مسجل، حتى لو قلتها ما قال موجود. نحن ما عندنا زول يقول يقول ما قلتها، نحن عندنا زول يقول أخطأت وتراجعت، والله نحترمك، وكل بني آدم خطاء. زول قاعد هنا ما بيخطي ما في، ولا ما قاعد هنا برضو بيخطي. وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ده الدين كده. لكن تتلولو تقول ما قلت واتسوا الكلمة ومشى كذب، قال والله الكلمة دي سجلها وكنت في سيارة. طيب باطل في سيارة قلت ولا ما باطل؟ الموضوع ما في سيارة، شفتوا اللولوة؟ وجماعة الحزبين مرضانين شالوه، قالوا الدكتور ردة قال شنو؟ قال والله قلتها لكن كنت في سيارة. قالها ولا ما قالها؟ قالها. يا ناس الناس ما عارف عقوله ودا وين، والله انا الله يضحكوني بس. قال الدكتور ردة قال شنو؟ قال قلتها لكن كنت في سيارة. يا ناس ما تتقوا الله، خافوا الله يعني. قال هي، قال لو كانت في تأصيل التوحيد، ورئيس الجماعة قال ما تقوم ما تقوم، قال دي ما عصبية. ها في شنو لو ما عصبية؟ قال لكن الجماعة عندها رئيس، هسه في علاقة بين الكلمتين ديل؟ ديل كلمتين اهو ديل، واحدة ماشية كده واحدة ماشية كده. قال دي ما عصبية، معناته ده يفسر انها ما عصبية، ديك مشت ولا لحقة ولا فسرها، جاب واحدة بجاي، قال لكن الجماعة عندها رئيس، دي عندها علاقة بدي؟ لكن الحزب راسه مقفل، مطبل مطبل مطبل، عرفتها؟ ما ده درويش لشيخ الحزبي، وداك درويش لشيخ الذي يدعو الى الشرك. احنا ما قلنا ده يدعو الى الشرك الحزبيين، لكن دراويش والله دي دروشه. يا ناس في رئيس جماعه حقه وطاعته مقدم على حق الله على العبيد؟ فيه يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟
وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. فنحن جينا ننهى عن مثل هذه الحزبيات البغيضة المنتنة، والناس كلها تتحرر تكون مع الكتاب ومع السنة، مو جمعية الكتاب والسنة، لا، الكتاب والسنة ديك ما ذاتهم زيدين، الكتاب والسنة، القرآن يعني، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف. كده أنا بناقشك، لو في أي زول حزبي داير يناقشني بعدين، هسه أنا بنتلك من النقاش، لو كنت داير خير اللي بضرك شنو؟ ما يضرك إنك لو مسكت القرآن والسنة بفهم الصحابة وما تابعت لك راجل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، في ضرر يا جماعة؟ ما في، لكن لأنه ده بيجي 1000 جنيه في الشهر وداك ما بعرفه ليك وداك راجل ودعم يجي من السعودية، احنا ما سمينا زول، لكن أي زول عارف شغلته ورقبته وداك جاي وكيف وداك كيف، ده الموضوع. هو بقول لك ده الموضوع، ما ده الموضوع المرتب اللي بيجي من الملحق الديني، هم وده الموضوع الحقيقي، لكن ما بقول لك ده، بقول لك لا، هو لو الشباب قال ادب، طيب نحن قايلين ادب، هل معناته انت كويس؟ ما ده زي واحد لقيته سكران قلت له سكران، قال لك انت برضه عاينت للمرأة، طيب ده عاين للمرأة، ما معناته انت ما سكران؟ ده موضوع براوة يا ناس، وده موضوع شنو؟ براوة. الناس ديل بالمناسبة شغالين برا الميدان، جاكين برا، ما دخلوا جوا، والله برا لسه ما نزلوا الميدان ذاته، ما فاهمين بيسووا في شنو؟ مجرد ما ترد بعلم، شيخك قال ده التسجيل، الرد من القرآن من السنة، فهم السلف للآية وللحديث، يقول لك لا انتوا قايلين ادب، ده ما الموضوع هو؟ الموضوع انه شيخك قال ولا ما قال، وانت كده ثبتت انه قال، وثبتت على نفسك انك حزبي، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه ما بترضى الكلام في شيخك كما الدرويش ما بيرضى الكلام في منو؟ في شيخه، بس ده الموضوع، مع انه هم اللي علمونا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. الآن بقت حارة شديد، وده الحاصل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.